اكتر لعيبه عاجبينك في النادي الاهلي؟ قفشه، شريف، حذرت لعيبتي قوي من شريف، بس شريف خفيف، فيروي مش تقليد الكابتن، بيتحرك كده ويلدع ويتحرك كده ويلدع، وحذرت اللعيبه وقلت لهم خدوا بالكم بيتحرك كذا وبيتحرك كذا، ومهما تقول لا لعيب امكانياته حلوه. عجبني بدري بنون قوي، هدوءه بدري، امتداد للكابتن حسن حمدي، امتداد لهاني رمزي مع الكابتن حشيش بقى والناس الخطيره اللي لعبوا دي في المكان ده، زي يا خرابي على ماهر همام، ده اعظم مساك جابته مصر. ماهر همام ده مساك مش ليبرو، اصل بدري بنون ده انا بحس ليبرو، عارف انت الليبرو بتاع زمان اللي بيلف يغطي وكده، كابتن مصطفى يونس وكابتن ابراهيم يوسف وهاني رمزي واشرف قاسم والناس اللي هي البرنسات دي، فبدري منهم. عجبني ايمن اشرف، لا جون، شفت شفت مودي يقول لك زقني، محمد شريف، مودي يقول لك زقني، لا ما فيهاش حاجه خالص، هو ما طلعتش من الارض مودي، اللي بص هو عارف ان انا هزعق له فيجري ورا الحكم مودي، بس مؤدبين طيبين قوي. على فكره الماتش ده فيه جون للاهلي ما اتحسبش، بس هي كوره يعني. بص هو هنا بص نط ازاي شريف، ما فيهاش حاجه خالص، لا 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 ولا الهوا لا. انما انا عاجبني علي معلول يا كابتن، وعلي انا اتسالت علي ولا جيلبرتو، قلت علي. لا ما انا بعتقد ان المقارنات دي صعبه جدا يا كابتن، في فرق كبير ما بين علي وما بين جيلبرتو، وكل واحد انت عاصرت جيلبرتو،